متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير تقريبا إلى تواجد بعض التشكيلات من السحب والغيوم الممطرة بشكل متفرق ومحلي فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة. كميات من السحب والغيوم أجلبت بعض الزخات المحلية الخفيفة من الأمطار إلى القطاع الشرقي للمملكة، وظهور لكميات من السحب والغيوم في المناطق تقريبا الوسطى من المملكة بشكل عام. توقعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، هناك فروقات حرارية مرتقبة، حيث نتوقع نهار يوم الثلاثاء أن ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح في القطاع الغربي للمملكة مع تدفق لتيارات هوائية جنوبية كما نلاحظ باتجاه الشمال. هذه التيارات الهوائية الجنوبية يتوقع أن ترفع بدرجات الحرارة تدريجيا. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يحدث المزيد من الارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى المناطق الشمالية للمملكة وتقترب من العاصمة الرياض، وكما نلاحظ هذه الألوان تنم على وجود ارتفاع حاد في درجات الحرارة للكتل الهوائية، ذلك طبعا مع بداية فصل الربيع يبدأ هناك ارتفاعات ملحوظة على درجات الحرارة. ولكن يوم الخميس يتوقع أن تتوجه هذه الرياح باتجاه العاصمة الرياض، وبالتالي يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لأول مرة بهذه المستويات منذ نهاية فصل الخريف الماضي، وتقترب من حاجز 30 درجة مئوية أو ما يزيد على العاصمة الرياض، قد تتجاوز ذلك في بعض الأحياء والمناطق البعيدة من العاصمة كحد ذاتها مثلا، وأيضا ترتفع بشكل لافت في منطقة نجران والمناطق الجنوبية الغربية للمملكة. ولكن هذا الارتفاع على درجات حرارة مؤقت، إذ يتوقع أن تندفع رياح باردة قادمة من الشمال كما نلاحظ باتجاه المنطقة الوسطى يوم الجمعة. إذن كما نلاحظ هذا يوم الخميس وهذا يوم الجمعة، الألوان الخضراء تنم على الهواء البارد المتوقع أن يندفع نحو المناطق الوسطى من المملكة، وهذا الاندفاع للهواء البارد نحو المناطق الوسطى من المتوقع أن يجلب أيضا معه موجة غبارية تكون على حدود هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي لا نستبعد أن تكون الأجواء مع ساعات مساء يوم الجمعة المقبلة في العاصمة الرياض وبعض المناطق الوسطى والشرقية مغبرة للغاية. لكن عندما نعود الأجواء هذه الليلة تبدأ بالاعتدال التدريجي، فمثلا درجة حرارة هذه الليلة في العاصمة الرياض 15 درجة مئوية، وتكون الأجواء إجمالا غائمة جزئيا بوجه عام طبعا في العاصمة الرياض. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون 24-14 غدا الثلاثاء، الأجواء تبقى معتدلة ولكن الارتفاع يبدأ من يوم الأربعاء 26-15. لاحظوا معي يوم الخميس 32 درجة مئوية يوم الخميس العظمى، والصغرى 19 درجة مئوية، يعني الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء يوم الخميس في العاصمة الرياض بالمقارنة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وبعض الغبار في ساعات الليل. درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها شمال من سكاكا تكون 23-12 على 22-12، وفي تبوك 22-11 درجة مئوية والأجواء مستقرة عموما. في المدينة المنورة 29-18 27-24 في جدة، 30-22 في مكة، 23-15 في الطائف. المناطق الجنوبية الغربية للمملكة تكون على النحو التالي: في 31-25 في جازان، أبها 21-13، وفي الباحة 16-12 درجة مئوية. شرقا في الإحساء 26-15 24-15 في الدمام، وفي حفر باطن من 23-13 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى 24-14 الرياض، 23-11 في بريدة، 21-11 درجة مئوية في منطقة حائل. إذن هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم دائما متابعتنا عبر تطبيق تقس العرب أو زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني arabiaweather.com، وذلك ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة وسعادة، إلى اللقاء.